السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنتعلم عن أهم الكلمات وعكسها والتي تعني باللغة الإنجليزية antonyms antonyms in English antonyms تعني الكلمات المتضادة أو المتعاكسة سنقسم هذا الدرس إلى جزئين الجزء الأول سيكون معنا في هذا الفيديو والجزء الثاني سيكون في فيديو آخر وقبل ما أبدأ بالفيديو بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بدرسنا لليوم Antonyms هنا لدينا أول كلمتان متعاكستان وهي الكلمة الأولى Synonyms Synonyms وتعني مترادفتان وعكسها Antonym وتعني متضادتان أو متعاكستان إذا لدينا Synonym antonym synonym antonym وايضا لدينا كلمه accept accept وتعني يوافق او يقبل عكسها refuse وتعني يرفض اذا accept refuse accept refuse ولدينا ايضا هنا كلمه buy وتعني يشتري عكسها sell وتعني يبيع buy sell buy sell كلمة up وتعني أعلى أو فوق عكسها كلمة down وتعني أسفل أو تحت إذا up عكسها down up down هنا كلمة black وتعني أسود عكسها white وتعني أبيض إذا black white Black White ولدينا أيضا هنا كلمة boy وتعني ولد عكسها girl وتعني بنت أو فتاة إذا boy عكسها girl. Boy girl هنا كلمة correct أو right كلاهما تعنيان صواب أو صحيح. Correct, right وعكسهما كلمة wrong wrong نلاحظ أن حرف ال W هنا لا يلفظ wrong إذا correct أو right عكسها wrong right correct wrong ولدينا أيضا هنا كلمة sunrise sunrise تعني شروق الشمس عكسها sunset وتعني غروب الشمس

عكسها import وتعني يستورد إذا export import export import هنا كلمة few وتعني قليل عكسها many وتعني كثير إذا few many few many ولدينا هنا كلمة give وتعني يعطي عكسها receive وتعني يستلم او يستقبل اذا give عكسها receive give receive وهنا لدينا كلمه win وتعني يفوز او يربح عكسها lose وتعني يخسر اذا win lose win lose ولدينا هنا كلمه husband وتعني الزوج عكسها wife وتعني الزوجة إذا husband عكسها وايف husband وايف ولدينا هنا كلمة لف وتعني يضحك عكسها cry وتعني يبكي إذا لف cry لف cry ولدينا هنا كلمة like وتعني يحب عكسها dislike وتعني لا يحب أو يكره إذا like dislike like dislike ولدينا هنا كلمة lock وتعني يقفل أو يغلق وعكسها unlock وتعني يفتح إذا lock unlock lock and lock ولدينا هنا كلمة male وتعني مذكر أو ذكر وعكسها female وتعني أنثى male عكسها female male female ولدينا هنا كلمة agree وتعني موافق عكسها disagree وتعني غير موافق إذن agree disagree agree disagree وهنا لدينا كلمه alone وتعني وحيدا او بمفردي عكسها together وتعني معا او سويا اذا alone together alone together وهنا لدينا كلمه always وتعني دائما عكسها never وتعني ابدا اذا always never always never ولدينا هنا كلمة answer وتعني إجابة عكسها question وتعني سؤال إذا answer عكسها question answer, question وهنا لدينا كلمة arrive وتعني الوصول عكسها leave وتعني المغادرة إذن arrive عكسها leave arrive leave وهنا لدينا كلمة awake وتعني مستيقظ عكسها asleep وتعني نائم إذن awake عكسها asleep awake asleep ولدينا هنا كلمة after وتعني بعد عكسها before وتعني قبل إذن after عكسها before after before أما هنا فلدينا كلمة start وتعني يبدأ عكسها finish وتعني ينتهي إذن start عكسها finish start finish ولدينا هنا كلمة forward وتعني إلى الأمام عكسها backward وتعني إلى الخلف إذا forward عكسها backward forward backward أما هنا فلدينا كلمة healthy وتعني بصحة جيدة عكسها sick وتعني مريض إذا healthy عكسها sick healthy sick ولدينا كلمة increase وتعني الزيادة عكسها decrease وتعني النقصان إذا increase decrease إنكريز decrease وهنا لدينا inside وتعني بالداخل عكسها outside وتعني في الخارج إذا inside عكسها outside inside outside. وهنا لدينا كلمة man وتعني رجل. عكسها woman وتعني امرأة. إذن man عكسها woman. man, woman. وهنا لدينا marry وتعني يتزوج. عكسها divorce وتعني يطلق. إذن marry عكسها divorce. marry divorce وهنا لدينا maximum الحد الأقصى عكسها minimum الحد الأدنى إذا maximum عكسها minimum maximum minimum وهنا لدينا كلمة melt وتعني يذوب عكسها freeze يتجمد إذا melt عكسها freeze ملت وهنا لدينا positive أي إيجابي عكسها negative سلبي. positive عكسها negative positive negative ولدينا هنا كلمة night ليل عكسها day نهار إذن night عكسها day night day وهنا لدينا كلمه pass وتعني ينجح عكسها fail يرسب pass عكسها fail pass fail ولدينا كلمه push يدفع عكسها pull يسحب اذا push عكسها pull push pull ولدينا كلمة Right وتعني اليمين عكسها Left وتعني اليسار إذا Right يمين عكسها Left يسار Right Left وكلمة Seller تعني البائع عكسها Buyer وتعني المشتري إذا Seller عكسها Buyer Seller Buyer ولدينا كلمة single وتعني أعزب عكسها married وتعني متزوج إذا single عكسها married single married أما كلمة admit تعني يعترف عكسها deny ينكر إذا admit عكسها deny admit deny وكلمة able وتعني قادر ويستطيع وكلمة unable تعني لا يستطيع وغير قادر able enable able unable أما كلمة above وتعني فوق عكسها below وتعني تحت إذا above below above below أما كلمة absent تعني غائب وغير موجود، وعكسها present وتعني حاضر وموجود، إذا absent عكسها present، absent present. وكلمة small تعني صغير عكسها big وتعني كبير، إذا small عكسها big، small big. وكلمه alive تعني حي عكسها dead وتعني ميت alive عكسها dead alive dead ancient وتعني قديم عكسها modern وتعني حديث اذا ancient عكسها modern ancient modern attack يهاجم عكسها defend يدافع attack عكسها defend attack defend comfort تعني راحة عكسها discomfort وتعني مشقة comfort راحة discomfort مشقة create يخلق ويبدع عكسها destroy يحطم ويدمر create عكسها destroy create destroy وهنا لدينا كلمة forgive وتعني يسامح ويغفر وعكسها blame يلوم إذن forgive عكسها blame forgive blame وأخيرا لدينا كلمة ask وتعني يسأل عكسها answer وتعني يجب اذا ask عكسها answer ask answer وبكده احنا انتهينا من الجزء الاول من مجموعه الكلمات وعكسها والتي تعني باللغه الانجليزيه antonyms واذا عجبكم الفيديو انزلوا اسفل الفيديو اضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا انكم تشتركوا معي في القناه وتفعلوا جرس التنبيه وانتظروني في الفيديو القادم لنكمل درس الكلمات وعكسها